السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الابتدائي، هناخد مع بعض النهاردة الدرس الخامس من الوحدة الستة، بيتكلم على الجزئية العلمية The Scientific Method، الطرق العلمية. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هناخد ايه مع بعض. هناخد بيقول لي look and read، بس بذكركم في الاول ان معاك قناه انجليزي اسهل مع مصر. سامي لسه ما انضمش لنا، انضم عن طريق الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط علشان يوصل الجديد بتاعنا وصفحتنا على الفيسبوك، ومتابعه واعجاب بالصفحه بنفس اسم القناه انجليزي اسهل مع مصر سامي، وعلى الانستجرام ساره سامي 825 مكتوب الاسم بالانجلش والارقام بالانجلش. تعالوا نشوف لوك اند رايت اند ريد، هنقرا وننظر على ايه. جايب تجربه علميه، بيقول بوت اباوند، ضع جنيه كوين عمله الجنيه on your desk على المكتب بتاعك. guess خمن how many drops of water كم عدد قطرات المية the coin holds هتتحملها او تحتويها. write the number هتكتب الرقم. بعد كده بقيت التجربة use your finger استخدم الفينجر صبعك. put drops زي ما هو في الصورة كده زي ما انتوا شايفين في الصورة اهو ماسك القطارة بصوابعه. put drops of water ضع قطرات من الماء on the coin count the drops ضع عملات ضع قطرات من الماء على العملة وعد القطرات. when there is water on all the coin لما يبقى في مية على كل العملة stop توقف. write the number of drops واكتب عدد نقاط من الماء. dry the coin جفف العملة. Do the experiment again. اعمل التجربة دي مرة تانية. Check your answer. وتأكد من إجابتك. دي التجربة العلمية اللي احنا استخدمناها النهاردة. طيب تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي على الجزئية دي. بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي في activity 1 read اقرأ and answer وأجب. Do the experiment again. اعمل التجربة دي مرة أخرى وابدأ جاوب على الأسئلة دي. تمام؟ دي هتعملوها في البيت وتجاوبوا على الأسئلة بتاعتها. تعالوا نشوف الأسئلة اللي هتجينا. بيقول look انظر measure قيس and write واكتب. عايز نقيس هنا طبعا بالمسطرة القلم ده قد ايه، بخمن انه 10 سنتي متر. طب قياسه طلع 15 متر. طب هنا برضو هنجس نخمن 5 سنتي متر اي رقم، والميجر الحقيقي 3 سنتي متر. طيب هنا وهكذا نكتب الأرقام التخمينية اي حاجة والميجر اللي هو قياسها بالمسطرة بتاعتنا. نبدأ بعد كده نحل على تدريبات عامة على الوحدة الستة ككل. هنبدأ برضو من كتاب الأضواء جن مستمرين فيه، وإن شاء الله هنكمل في المعاصر في آخر الفيديو. بيقول هنا there is a clown with a red nose بكلاون مهرج بأنف أحمر. there is a juggler with 10 balls مع 10 كرات. there is a ringmaster with a black hat بقبعة سوداء. There is a dog trainer مدرب الكلاب with a dog مع الكلب. The trapeze artist can fly above us. The acrobat can jump and move his body. تمام؟ طيب دي كل الحاجات دي أخدناها في التعريفات بتاعته. نكمل مع بعض. بيقول لي هنا activity 2 look and complete انظر وأكمل. A square has 4 sides عنده 4 جوانب. All the sides are equal متساوية. It has 4 right angles 4 زوايا قائمة and 4 corners وأربع جوانب. هنا a rectangle has 2 long sides and 2 short sides. It has 4 right angles and 4 corners. A rhombus has 4 equal sides. It has 4 angles but they are sometimes different. It has 4 corners. Activity 3 تفاصيل الحاجات دي طبعا شرحناها في الدرس بتاعها. طيب activity 3 بيقول لي انظر لون and write. طيب هنا عايزني ايه؟ كلاود بعمل دايرة وبكتبها. هنا ماوس او يو، كاو او دبليو، فلاور او دبليو، كلاون او دبليو، باوند او يو. بنكمل مع بعض. يقول لي ريد اند سيركل اقرأ وضع دايرة. تيبل اهي، اكروبات عاملين الدايرة على الصورة، بوك كيس اهي، هيبو. طب activity 2 match and write هنوصل ونكتب lion ونكتب تحته الاسم. هنا tall اللي هو طويل، هنا penguin اهو، واخر حاجة فات اهي. هنا unscramble اعد ترتيب and write واكتب الكلمة متلخبطة وجايب لي الصورة بتاعتها، يبقى دي lamp هنا young صورة،
in a ring master هنا clock. activity 4 look and look find and write انظر واجد اوجد يعني and واكتب هنا armchair هندور عليها هتبقى armchair هنا banda banda اهي عندي beautiful اهي وتلفزيون اهي كل هنا look انظر and complete واكمل chair wall bound elephant activity 2 بيقول circle and write هنا عايز AIR و بتتنطق النطق الصوتي بتاعها ER هنا بير ماوس فلاور كل واحدة بقى حسب النطق الصوتي اللي قدامها وحسب الشكل هنا elephant وبنكتب طيب نيجي بعد كده بيقول لي find اوجد and write واكتب هنا امشي اكروس كده هلاقي كلمة كاو اهي بعدها هلاقي كلمة بيرد لحية باوند جنيه المصري وبعدين قال لي داون كلاود ها فين كلاود اهي هير اهو بالطول وايت لون ابيض اهو بعد كده بيقول لي لوك اند رايت انظر واكتب فوتو ماوث اير كلاون هنا انظر لوك ريد اقرا اند كومبليت واكمل عندي هنا طبعا حاجات كلمات مكتوبة في البوكس هنا لونه أصفر بيقولي the giraffe is yellow لونها أصفر and brown هو بني it has a long neck رقبة طويلة in the grasslands it eats grass بتاكل الأعشاب look انظر read اقرأ and write واكتب برضو نفس الكلام جايب لي في هنا في البوكس هنا مجموعة من الكلمات عايزني اكتب على الصورة دي هنقول the dog trainer is beautiful the dog trainer is beautiful She is at the circus. هي بتكون في السيرك. She loves animals. وهي بتحب الحيوانات. فهو بجايب لي الكلمات اللي فوق عشان استعين بيها وانا بكتب في كلام beautiful اهي. circus اهي. trainer اهي. love اهي. اخر معانا صفحة في كتاب جيم الاضواء اللي على الامتحان على الوحدة الستة كلها. يقول read and match طبعا دي اخر صفحة read and match اقرأ ووصل what does she look like she is young and beautiful what's your favorite zoo animal my favorite animal is the giraffe what is in your living room there is a couch number four what does he look like he is old and thin طيب activity 2 rearrange رتب او اعد ترتيب and write واكتب هنا what's in your living room number 2 there is a bookcase behind the couch what does the clown look like he is tall and thin كده خلصنا مع بعض كتاب الاضواء جيم فاضل لنا بس القصه للمرحله الثالثه ابتدائي طيب نيجي بقى للكتاب التفاعل المستمر بتاع جيم الاضواء هنحل برضو الورك شيت اللي على الوحده السادسه عندي صفحتين بحلهم وبكده خلصنا الوحده السادسه طيب نيجي نشوف بقى هنبدا دلوقتي في كتاب المعاصر بيقول لي هنا listen and write اسمع واكتب the missing sound الصوت المفقود ماوس ماوس كلاون كلاون كاو كاو كلاود الثاني read اقرأ and fill in the gaps واملأ الفراغات عندنا في البوكس person bound because اختار بيقول هنا who is your favorite circus person number B I love the clown انا بحب المهرج because he is very funny طيب نيجي اللي بعده read and match هنقرا ونوصل a square has four sides two the trapeze artist can fly above us the acrobat can move his body the juggler can throw rings كل دي طبعا نتيجة ايه دي يعني دي اسئلة على الشرح اللي احنا شرحناه في الوحدة وعلى الدروس دي فور بيقول لي لوك انظر ريد اقرا اند كومبليت واكمل عندي الكلمات اهي فوق ببدا اختار منها حسب الصوره هي از شورت اند فات نمبر 2 سكوير هاز فور سايدز نمبر 3 شي از ا دوغ ترينر نمبر 4 ذا ماوس از اندر ا كلاود نمبر 5 لوك اند سيركل انظر واعمل دائره بيقول هنا تول بختار تول هنا بختار كلاون هنا اولد هنا رومباس نمبر 6 بيقول لي
write a sentence، اكتب جملة under each picture، تحت كل صورة. هنختار جمل سهلة. It is one pound، هو جنيه واحد. It is a clown، وهو هو مهرج. هنا بنك تويت، سؤال بنك تويت، تي كابيتال، وفي الاخر بحط في اخر الجملة فول ستوب. وطبعا كوبي زي ما قلنا كذا مرة بنسخ كل حاجة زي ما هو كاتبها بالظبط، الكابيتال والفول ستوب واي حاجة مكتوبة بكتبها زيها بالظبط. خلصنا مع بعض الحمد لله المنهج، فاضل لنا في القصة. دمتم في أمان الله.